كده. انا ممكن اوقف حضرتك هنا ونقول الو؟ الو جربي كده. الو، ايوه ايوه يا امي. هي مريم، كل سنه وانت طيبه. نجحت فيه جامد جدا يا ماما، وشكرا على كل حاجه وفي نشأتك وتربيتك لينا، وكل سنه وانت طيبه. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، عشان هي أول سنة تبقى أم السنة دي. أول عيد أم. أول عيد أم ليونس مع مريم. بس أولا طبعا ميرسي يا حبيبتي، وربنا يخليكي، وأجمل بنت وأجمل صاحبة، وبجد مش بقول كده عشان البرنامج. هي عارفة، هي عارفة غلاوتها عندي. مريم صاحبتي وحبيبتي وبنتي، ويعني حاجات كتير قوي. فكل سنة وانت طيبة يا مريم. بس دي أول تهنئة مريم تقولها لحضرتك من خلالنا، ولا كان في مكالمة قبل كده؟ لا، ما لسه ما خدنا الحصري الحمد لله. صباح الخير. لا ده صباح الخير، انتوا جدا 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 يعني يا مريم احنا مبسوطين بوجودك معانا، ويعني صباح الخير عليكي. وعايزة اعرف منك اكتر حاجة، وانت لسه بقى اول سنة ام، اتعلمتيها من معالي الوزيرة علشان هتطبقيها بإذن الله. يا نهار ابيض، لا هي لسه طويله جدا صراحه، صعبه قوي، بس قد ايه مش هزهق منه ابدا مهما كانت الحياه صعبه. دي حاجه امي علمتها لي ودايما بتقولها لي. طيب هنرجع ونجيب مريم مره تانية.